البصارة زي ما قلنا من الأكلات الشعبية اللذيذة جدا، اقتصادية وفي نفس الوقت فعلا مغذية وفيها قيمة غذائية عالية جدا جدا. تعالوا بينا يلا نقول مقاديرها ونشوف هنعملها مع بعض ازاي. مقاديرنا النهاردة هتكون عبارة عن نص كيلو من الفول المدشوش، هنجيبه وهنقيه ونغسله كويس قوي وننقعه يعني من بالليل للصبح، ده افضل، ولو ما قدرناش يعني يبقى اقل حاجه 6 ساعات علشان نقدر ناخد نتيجه كويسه. تمام. عندنا بقيه المقادير هتكون عباره عن نص كوبايه من الشبت، نص كوبايه من الكزبره الخضراء، هنحتاج كمان نص كوبايه من البقدونس، وعايزين بصلة كبيرة متقطعة مكعبات، فصين من الثوم هنحتاجهم كده سلام زي ما هما، معلقة كبيرة من الملوخية الناشفة. دي المقادير بتاعة تسوية الفول. أما بقى التقلية هنحتاج لها إيه؟ بصلة كبيرة مفرومة بس خشن شوية، هنحتاج كمان معلقة كبيرة من الثوم المفروم، 3 معالق كبار من السمنة، معلقة كبيرة من الكزبرة الناشفة، ومعلقة كبيرة من الدقيق. تمام. مقادير سهلة بسيطة، أكلة كمان حلوة قوي. كتير من الأجيال الجديدة لسه ما يعرفوهاش أو يعني ما أكلوهاش، فإحنا النهاردة هنعملها ونعملها بقى في البيت بطريقة سهلة وبسيطة زي طريقة أجدادنا بالظبط. في البداية هحط الفول المدشوش، واتفقنا إن الفول المدشوش هنجيبه لازم ننقيه كويس جدا جدا، وبعدين نغسله، وبعد ما نغسله هنسيبه يتنقع مدة ما تقلش عن 6 ساعات، ويفضل اننا ننقعه من بالليل عشان اقوم الصبح كده يبقى جاهز معانا. ادي الفول، هبتدي احط معاه الكزبرة الخضراء، احط كمان التوم، فصين توم بس كده سلام، وهحط كمان بصلاية متقطعة كده اربع، بقدونس، وكمان شبت، ومعلقة من الملوخية. دي ملوخية ناشفة هناخد منها معلقة طبعا تكون منخولة تمام ونظيفة. خلاص كده حطيت كل المكونات، تعالوا بينا بقى نرفع الحلة على النار ونحط عليها أو نغطيها بالمية. يبقى احنا حطينا الفول المدشوش المنقوع، وحطينا معاه الخضرة اللي هي كزبرة وبقدونس وشبت، حطينا كمان فصين من الثوم، بصلاية متقطعة كبير، معلقة ملوخية تمام، وهغطي بالمية وغطي الحلة وابتدي اسيب بقى الفول يستوي. ممكن ياخد على البوتاجاز حوالي ساعة بحالها علشان يستوي كويس. بسم الله، بدأت تغلي اهي، وريحة الخضرة كمان هنا طلعت تمام. زي ما اتفقنا بتقعد حوالي يعني ساعة على النار لغاية ما الفول يستوي معانا كويس جدا ويبقى تمام. كل ما طالت مدة النقع كل ما قصرت مدة التسوية. طبعا لسه هتطول معانا شوية. احنا كنا هنا معانا نسخة تانية او جزء تاني بنسويه تاني من قبل الهواء علشان يلحق يستوي معانا، ودي استوت واحنا حطيناها من قبل فمستوية بقى دلوقتي وزي الفل، وهنبدأ ناخد منها علشان يا نضربها في الخلاط يا اما بالهاند بلندر زي ما متوفر عندنا. شايفين شكلها استوت خالص، البصل داب وكمان الثوم والخضرة كله اختلط مع بعضه واستوى جدا. هبدأ اخد كده وريحتها هايلة، طبعا لسه ما تعملهاش تقلية ولا حاجة بس ريحتها حلوة جدا. انا حطيت كده البصارة في الخلاط علشان اضربها وافرمها، وفضيت الحلة علشان ارجع البصارة تاني فيها. بسم الله الرحمن الرحيم. زي الفل، خلاص ضربناها، هبتدي افضيها في الحله
عايزين نراعي ان احنا ما نحطش لو الميه زياده عندنا في البصاره، هنحاول نصفيها شويه عشان نقدر ناخد القوام اللي احنا عايزينه. معايا ابدا اخلط بقيه البصاره. بسم الله. دي خلصنا خلاص كده البصارة كلها، ضربناها ورجعها تاني على النار. تمام، عايزين قوامها يبقى تقيل، مش عايزينه يبقى خفيف بالشكل ده. احنا كده تمام جدا. هرفعها على النار علشان ابدأ اعمل لها التقلية بتاعتها الحلوة. بسم الله الرحمن الرحيم. اوب 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 اوب، عايزين نهدي النار. خلي بالنا عشان البصارة برضو من الحاجات اللي بتفور كتير، فنبقى مواربين الغطا. ادي البصارة محطوطة على النار بقى، وتعالوا نعمل لها التقلية. تمام، خلي ده هنا. هجيب طاسة نحطها على النار، ممكن بقى نشيل ده خلاص، احنا عرفنا الخطوة دي. تمام، علشان ايه عماله تفور على البوتاجاز ومش مريحانه. خليه دلوقتي هنا واحط طاسه على النار. بسم الله الرحمن الرحيم. وعندنا البصل، هجيب كده طبق افضي فيه البصل، واحط كمان، انا عندي شويه بصل كمان هنحطهم عشان ده هنزين بيه، واحط معاهم معلقه من الدقيق، واحط كمان رشه بسيطه من الملح عشان تدي طعم حلو للبصل. بس كده، وهندعك البصل ده بالملح ورشه الدقيق علشان يبقى مقرمش كده وطعمه حلو قوي. وما ننساش ان احنا حطينا السمنه، الطاسه على النار عشان نبدا نحط فيها السمنه ونبدا نحمر التقليه كده. خلاص البصل كده جاهز معانا. انا وانا بعمله كده بفكه برضو من بعضه عشان ما يبقاش كتير ماسك في بعضه، نفككه كده من بعضه. تمام، يلا بينا. في الطاسه اللي حطيناها على النار هحط السمنه. بسم الله الرحمن الرحيم، واسيبها تسخن كويس جدا. نخليهم هنا. تمام، ادي البصل بتاعنا هنحطه بقى على النار علشان يبدا يتحمر. بسم الله الرحمن الرحيم، هنحمره في السمنه كويس جدا. تمام بالشكل ده، وهنسيبه بقى ياخد لون ذهبي. هحط هنا الثوم دلوقتي. خلاص البصل بدأ ياخد اللون، احنا كلنا عارفين ان البصل بيغيب شوية عن الثوم في التحمير، عشان كده لما حطيت البصل الاول، وهبدأ دلوقتي اضيف الثوم ونقلبهم مع بعض كويس جدا، والريحة طالعة حاجة فظيعة. بصوا بقى، تعالوا بعد ما حمرنا البصل وخد اللون الذهبي، نزلت بالثوم عشان الثوم ما بيحتاجش وقت خالص خالص في التحمير. تمام، ولما تحمر حطيت معلقه من الكزبره الناشفه عشان بس كده ريحتها تطلع وتتحمص كده وتدينا نتيجه حلوه قوي. تمام، هاخد شويه هزين بيهم الوش، والسمنه بقى اللي فضلت مع الثوم والبصل والطعم الجميل اللي نزل فيها بسرعه بقى، وهنحطها فين؟ هنحطها على البصاره. بسم الله الرحمن الرحيم، كده هايل جدا. ناخد كده عشان ننزل كل الطعم الحلو هنا، ونقلب كويس قوي. نقدر نديها كمان غلوة على النار علشان كله بقى يغلي مع بعضه ويمتزج مع بعضه كويس جدا. تمام، القوام هايل جدا، لانها لما بتقعد طبعا كلنا عارفين هي بتشد شوية وبتجمد شوية. خلاص دي كده البصارة هغرفها، ريحتها هايلة.
وننظف الطبق. ونزينه. عندنا هنا خليط الثوم والبصل. تمام كده، ده كده طبق بصارة. بصارة دي بقى من الحاجات اللي سهل جدا تاكل سخنة تتاكل ساقعة زي ما تحبه، مش بتقول لأ بصراحة. عاملة كده زي المسقعة، برضو من الأكلات اللي ينفع ناكلها كده وكده. خلاص يلا بينا نقدم البصارة. Oh.